السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أنا متوجه الآن لحلقتي في قناة فضة، سأتكلم عن المقاطع التي تطلع من بعض الناس أحيانا، فتجد أنه يصور مثلا نفسه وهو يضرب كلبا حتى يموت الكلب وهو يصوره، مثلا يصور نفسه وهو بس بوقف التعليقات عشان ما تشغلنا، يصور نفسه مثلا وهو مجموعة شباب مثلا يضربون لهم عامل بلدية ضعيف ويصورون أنفسهم وهم يفعلون ذلك، أو مثلا بعض الناس أعوذ بالله يصور نفسه وهو يضرب أطفاله مثلا ويصور نفسه وهو يفعل ذلك. يعني ليس فقط التلذذ بتعذيب الآخرين، لا، بل زد على ذلك أنه يبدأ ينشر هذا، يعني يتلذذ أنه ينشر تعذيبه للناس. طبعا هذا جمع الآن بين أمرين، الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ فذكر عليه الصلاة والسلام أنه الذي يعصي ربه يبيت يعصي ربه ثم فيستره الله، لكنه يصبح يكشف ستر الله عليه، يعني يبدأ الصبح إذا صحى ويقول لهم يا جماعة أنا عملت كذا وسويت كذا وفعلت كذا، ويبدأ يعني يذكر الأشياء التي عملها. هذا أمر. الأمر الثاني ويبدو لي أنه أيضا مهم الإشارة إليه، أنهم لا يكتفون فقط بالنشر، إنما يعملون على ترويجها، على تقليد بعضهم البعض، على اختراع أحيانا بعض يعني الأمور التي يعني يجذبون الناس إلى قنواتهم بسببها. لا تصورني تكفى، اي والله تكفى، انا سناب بني بير. فهذا امر مهم. الامر الثاني مسألة التلذذ بتعذيب الاخرين، يعني امسح يرحم امك، التلذذ بتعذيب الاخرين، يعني ما الذي يستفيده لما يضرب كلبا بعصا حتى يموت الكلب؟ وايش يستفيد لما يصور نفسه وهو مثلا يعني واضع قطة أمامه في السيارة وهو يأتي ويدعسها مثلا؟ إيش الفائدة لما يأتي شخص فرضا ويضرب له طفل أو غير ذلك ويصور هذا؟ ما الفائدة التي يستفيدها هذا؟ ما هي اللذة التي يجدها بهذا؟ غير ذلك طبعا أنا لا أتكلم عن الذين ربما أحيانا يختطفون مثلا الفتيات أو الغلمان ويقعون عليهم مثلا يعني أنواع الفواحش أو نحو، لا أتكلم عن هؤلاء، أنا أتكلم عن هؤلاء الذين ينشرون مثل هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزان من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالإنسان الذي أيضا ينشر مثل هذه الأمور ثم يبدأ الآخرون يقلدونه في فعله، هذا بلا شك يا جماعة أنه يعني عمل على أن نشر سنة سيئة وبالتالي قلده فيها الناس واكتسب إثمهم بهذا. أنا سأتكلم عن هذا اليوم إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفع به ويجزيكم خير الجزاء. أردت بس أني أشرككم معي في هذا البرنامج، والسلام عليكم. البرنامج بالمناسبة يبث على قناة فضة، سأنشر لكم الآن البروشور الخاص به. السلام عليكم.